سي توفيق هاد العمليه تاع الختان شحال غيستافد من الطفل واش تدار مره في العام ولا مرتين وعلاش تدخل في اطار هاد موسم اصيله الثقافه؟ عملية الإعدار الجماعي للأطفال في مدينة أصيلة هي إحياء للتراث التاريخي لمدينة أصيلة. الأسر في مدينة أصيلة في السابق كانت تتكلف، يعني الأعيان للمدينة كانوا يتكلفون بإعدار مجموعة من الأطفال من جميع يعني الطبقات الاجتماعية، ماشي فقط الأطفال المحتاجين هذا، ولكن كان يكونوا حفل جماعي كنعملوه في الأسبوع الثاني من مولد النبي صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم. هذه العملية هذه قامت المؤسسة منتدى أصيلة منذ أزيد من 15 سنة من إحياء التراث هذا، ونقوم بإنجازه لفائدة 60 حتى 70 طفل سنويا اللي كيستفدوا من عملية الإعدار الجماعي. وحنا كنوفر لهم التحاليل الطبية، الختان، اللباس، الحفل، كذلك واحد القفة ديال المؤونة يعني الغذائية، المساعدة الغذائية للأطفال كاحتفال بهم في هذه العملية هذه. وكيشرف على هذه المسألة هذه كيشرف عليها طاقم طبي متخصص، وهي هي عمليه نقولوا ولات عندنا دابا روتينيه يعني كل مره. هاد السنه هادي خصنا نقوم باعدار 70 طفل، ولحسن الحظ ان الموسم او الدوره الخريفيه لموسم اصيله ثقافي 42 تزامنت مع سابع المولد، يعني الفتره اللي هي ديال المولد النبوي في نهايه الاسبوع الاولى اللي للسابع المولد، هي هذا الاسبوع هذا اللي كيزامن معنا. غادي نقسموا العمليه الى حصتين، اليوم السبت عندنا جزء وغدا الاحد ان شاء الله عندنا جزء ثاني. إذن هذه القضية تاع الإعدار تاع مجموعة من الأطفال الأسر المعوية تدخل ضمن ثقافة تاع الموسم تاع أصيلة الثقافة ديال مؤسسة منتدى أصيلة. منتدى أصيلة تشتغل في الجانب الاجتماعي، الجانب العلائقي مع المواطنين، وكما قلت لك من سابق ماشي فقط الأطفال المعوزين، يعني احنا فاتحين الباب، أولوية للأطفال المعوزين، ولكن هو العملية تتم لجميع أطفال المدينة اللي هما بغاو مثلا والديهم والأسر ديالهم أنهم ينخرطوا في هذه العملية دي كنفتحوا الباب، إنما الأولوية تكون دائما فائدة الأطفال المعوزين. فهذا العام هذا هو استثناء جاء مع الدورة الخريفية ديال الموسم أصيلة الثقافي الثاني. مؤسسة منتدى أصيلة كتقوم بهذه العملية ديال الإعدار، وكذلك عملية التتبع الطبي ولمجموعة ديال الأطفال داخل السنة. من بين هذا التتبع الطبي كذلك هناك الإعدار الجماعي. هاد ليفينمون كنعملوه كل عام في المولد النبوي الشريف. بهذه المناسبه كنجيو الاطفال كنختنوهم، وجرات لنا عاده في كل سنه كيجيو الناس المعوزين وكيعملوا هاد الشهاده، وكاين الاطباء كيجيو كيعملوا هاد الختانه، كنعطيوهم الدواء ديالهم طبعا، وكنعطيهم بعض المؤونه اللي كتكون بحال هديه، وكاينه عاود الحليوات للاطفال باش يفرحوا. وحنا فرحانين بزاف هاد الاطفال اللي كيجيو، وحنا فرحانين باش كنشركوا معاهم هاد الختان. شنو النوع الادويه اللي تعطيهم؟ ايوا الادويه هما حداك، كاينه الفاسبا، كاينه بروفن، كاينه ديال المهم ديال التعفن، ديال الحريق، وديال الفاصمة باش كيعملوا الدراري. وقبل هادشي كنعملوا لهم طبعا تحليله باش كنعرفوا الاطفال مزيانين ما عندهم حتى شي اشكال، وكلشي كيدوز على خير وبخير. شي عظيم، كل عام تبارك الله سي محمد بن عيسى كامل هاد المبادره، الله يخليه لنا بركه، الله يزكي له في الصحه والنظر والهلي قطع هذا. هذا واحد الشيء ما عندوش حدود، والله ينصر سيدنا ويخليه لنا ربي بركه، والله يزكي له في الصحه والنظر، الله يغلبنا على من عادنا، والله ينصر الاسلام. هاد العمليه اللي انت عمرك ختنتي شو؟ طبعا انا الاولانيه كنت كنختن، بديت في ثلاثه الاطفال، عملت لهم واحد الحنه والميده في واحد الدار في المدينه القديمه، الدار هذيك رابت دابا تبارك الله. وبديت هاد العام خمسه، هاد العام عشره، هاد العام حتى ساق لي سي محمد في هاد المناسبه دختانا، والحمد لله. وعيط لي وختو سيدي فعلا قال لي انا غادي كذا وكذا، وبدينا بديك اللوحه هذيك تبارك الله. ومن ثم الامور بدا السي بن عيسى كيقوم بالجميع، 60 70 طفل 80 طفل، كل شيء بالمصاريف ديالو من اللبيسه تبارك الله، بكل شيء ما عندي ما نقول لك. مبادره جميله بزاف، وكل عام كل عام راه كيكون هذا الختان هذا، كل عام سي محمد بن عيسى زعما كيعمل هذا العمل الخيري راه من سنين هذه. بالنسبه لك واش كاينه ديك شروط السلامه الصحيه بالنسبه لهاد الوليدات هادو اللي تختنوا من خلال التجارب السنوات الماضيه؟
بالعكس كل شيء كيدوز في أمان الله في صحة جيدة كل شيء كيدوز بخير وعلى خير.